يمانيها ولا نقفل ميوزك؟ اوكي مسموع امريكي ماشي. انا طالعة وما عنديش حتى شيء باش نحكي عليه، يعني جيست ان نحب نقولكم توحشكم صراحة، معناه ما عنديش موضوع. معناه سارة، مساء الخير. سلام، جمعة مباركة. جمعة مباركة عليك علينا جميعا، عايشك. إيجا ميرسي يا إيجا. صوت غير مسموع، الصوت مسموع عند سارة، أما إيجا قالت لي الصوت غير مسموع. ترى هكا مسموع، أكدوا لي الصوت مرة أخرى. أوكي زينب مسموع. اوكي شنو حوايجكم؟ عندي برشا ما طلعت لاين هالفترة، عندي برشا حاجات فيها خدمة على الذات زادة، معناها نخدم على روحي. معناها حاسين اليوم بالحق ما عندي ما نحكي، معناها مش ما عنديش مواضيع، موجودة هي المواضيع، اما جيت اليوم هكا باش نخرج قولكم اني توحشتكم، نحبكم برشا، ونقول لكم كملوا، يعني كملوا في ال، ما تحبسوش معناها على تطهير النفس متاعكم. نقول لكم كلنا تعبنا، راهي مش سهله، يعني حاجه معناها تزكية النفس مش سهله. كان حد قال لكم راهي هكا انت معرفش، يعني فجاه مش تحل في وجهك باب القدر، راه مش صحيح. ليش نحكي هكا؟ خاطر فما برشا يواجهوا في اعراض قويه شويه، معني ايش معناها اعراض؟ معناها التنظيف متاعهم اللي هو خروج السلب فيه شويه حب، عادي بالنسبه لي عادي. ليش يعني هبطت لكم امس ولا لمس على ولا ستوري، معني عش نحت ولا ما زلت على، معناها واحده تقول لي راني معناها نعمل، هي عندها الرهاب وعندها الهلع، يعني عندها الخوف والهلع، أعلى مشاعر على الإطلاق الخوف والهلع بشكل هائل عندها، فهي تقولي نحس بالموت واني نعمل في التنظيف. فقلت لها يعني حسيت بالموت عشرات المرات، مش عشرات، مئات المرات حسيت قبل ما ندخل للوعي واني مريضة، خاطر ما لقيت حتى علاج في حتى طب، يعني كل شيء درته باش نلقى علاج الأعصاب في المعدة، نهائيا ما فماش علاج، والعلاج لوجت عليه بكل الطرق، يعني اي حد يجي يقول لي انت عندك كذا امشي كذا، ينصحني بحل خارجي نمشي نشوف معناه، اما في النهايه لقيت الحل، والحل في التزكيه. شو معناها؟ في اليقظه الروحيه، تفيق روحك. اليقظه الروحيه تفيق روحك، تفيق يعني تفيق للدنيا هذه محلاها معناه، وانها ما يجيش لخصها في تعديها حياتك الكل في المعاناه وتعديها في فهم غلط، خاطر احنا اللي متعبنا فاهمين الدنيا كلها بالغلط. فكي تفهم بالصحيح، تفهم اللعبة هذه علاش تمشي بالصحيح وتمشي وتتناغم معاها، بإذن الله كل شيء يولي محليه، ماني كل شيء يولي سهل ومحليه. فانك تتعب شوية، تتعب برشا وانت تنظف، خصوصي للناس اللي تعب برشا، خاطر اللي تعب برشا اللي ممتلئ كثيرا بالسلب مش يواجه تنظيف قوي برشا، فتتحملوا يعني تحملوا المسؤولية، الوعي تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية الأفكار اللي تدور في مخك، تحمل مسؤولية المشاعر اللي تحس به، تحمل مسؤولية الشيء اللي تدخل فيه المخك، خاطر انت كل سلب تدخله يكون لك مشاعر. فهمتوني؟ فتقريبا هكا معناها حبيت من الكلمتين هذوما، ومانيش مش موضوع هو، جيت نحكي كيكا الناس المرضى برشا، يعني ما عندهم مرض معناه، كملوا تنظيفكم مهما يصير، ما تسلمش. حتى تعبت واني ديما نقول لكم، وصلت اني شخصيا نحكي لكم من تجربه، وصلت في فتره قلت له يا الله راني اني ما عادش نجم ننظف، معناه تعبت مثلا ما عادش نجم ننظف اللحظه هذه، اللهم تدخل، اني نقول لكم اعملوا تدخل الاله، يمكن تنعملها فيديو وحدها، يعني تطلب من الله يتدخل باش يخفف عليك، باش يوريك الحكمه في الشيء اللي تمر بيه،
والصدق في الكلمة متاعك، يعني كي تقول له يا الله تدخل صادق، كون صادق فقط، المفتاح هو الصدق، كون صادق مش يقين ولا صدق صدق، خليك صادق في اللي تحكي فيه ببساطة. ما نجمتش تكمل التنظيف، قل له ما نجمتش يا الله تدخل، توريك كيفاش سبحان الله معناه تدخل سحري، يعني هكا هكا تصير انفراجة، يعني في 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 عاصفة متاع مشاعر، اعصار خلينا نسموه متاع مشاعر خايبة، يعني اعصار متاع مشاعر خوف ولا هلع ولا شعور بان الروح متاعك مش تطلع مثلا، الخوف من الموت، كي تطلب التدخل الالهي يعملها في لحظة، هكا في لحظة تخرج منها، يعني يوريك يوريك تنفرج، يعني عبارة انت في بيت ظلمة وفتح امامك باب في نور، مفيد معناها ما تسلموش ما تسلموش ما تسلموش باش تتشافوا ذاتيا، خاطر الاصل الاصل في الدنيا هذه الاصل الصحة، الصحة التشافي، يعني الصحة مش الاصل المرض، يعني هما روجوا لنا فكرة انه المرض شيء طبيعي، الناس كلها نمرضوا، لا يا حبيبي مش الناس كلها نمرضوا، خصوصي اللي تعبوا ومرضوا وتبناها الفكرة وشريها ومرض وعانى وشاف الويل من المرض متاعو وتشافى منه ذاتيا، ما عادش يمكن تقنعوا بالمرض، ما نحكي لكش خرج من قاموسه صيي، يعني لا يؤمن لك بجريب، جريب يعني انفلونزا، اني لاني الجريب كيف يجيني خشمي يجري شوية على بلاصة نعطيه اوردر يتنحى ونعرف ايش نحكي، معناها متحكمة في الدماغ متاعي، متحكمة في العقل متاعي، متحكمة في افكاري، مش معناها تحكم، معناها يعني كلمة تحكم مش بالمعنى التحكم، هو يعني منتبهة، منتبهة لفكرة مثلا اني خشمي جري شوية هكا باش نبدأ نقرب القريب الانفلونزا، عند معناها باللغة العربية الفصحى الانفلونزا، يعني مجرد ما ننتبه انه اني جتني فكرة، يعني خشمي جرى جتني فكرة اه مش نمرض، اه مش نقرب، اه مش نمرض بالقريب يعني بالانفلونزا او البرد، على البلاصة الفكرة دي كان كلها طير ما فماش، ديليتد على البلاصة، ما عملنا ديليتد القريب معايا ما ياخذش نهارين، يعني نهارين في خشمي يجري شوي ونحبس وبشهادة تكون يريني، يعني فنحب نقول لكم راهو اللي تبنى اللي تبنى انها الدنيا محلاها، اللي يتبنى الصحة، اللي يتبنى السعادة، اللي يتبنى معناها يؤمن بالسلام الداخلي، اللي يتبنى المحبة، اللي يتبنى فكرة إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه مهمة زاد، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أنا كيجي حد يكلمني مثلا على الأمراض ويني نعرف باش تعديت ونعرف قداش خدمت باش نظفت برمجت الأمراض الفكرية اللي عندي، وتجي أنت تقنعني بمرض ولا تقنعني بفكرة أنك تنجم تمرض واستعملي أدوية واستعملك الأشياء، أنا ما عادش تمشي معايا جملة، يعني كي خاطبني شخص هو مؤمن بالأشياء هذيك فقط نحترم رأيه خاطر ما شافش اللي شفته، وأقول له سلام، يعني لأنه ما نقنعوش زيادة، يعني كان هو جاي يسأل فيا يحب حل على التشافي أوكي، يعني تعرف كيفاش تحكي مع العباد، العباد الكل هم برمجة بالغالط، العباد الكل مش فاهمة، يعني فعلى الأقل كي أنت جابتك معناها جابتك الحكمة الإلهية على الأقل باش تسمعني مثلا، وأكيد راك سمعت غيري عشرات تو يحكوا فيها الحكاية، ما تسلمش معناها ما تسلمش، تعبت من التنظيف، تقيؤ، سخانة، ما نعرفش، يعني برشا أعراض تظهر عليك معناها ما تسلمش، يعني ما سلمتش، يعني في قبل التنظيف نطلب في الموت، قبل ما ندخل للتزكية أصلا نطلب في الموت، يعني على في العام الأخير، يعني العام اللي هو العام التاسع من المرض بتاعي، معناها أنا بقيت مريضة بالأعصاب في المعدة 9 سنين تقريبا، كان المرض خفيف ومن بعد ماشي ويقوى ماشي ويقوى ماشي ويقوى، في آخر عام 2011 تسمعوا بالتونسي شفت النجوم في عز الظهر، شفت النجوم في عز الظهر، ما عرفش يعني ماذا بيا نحكي لكم على الوضع اللي عشته، معناها باش معش اوكي سوري، معناها نحب نحكي لكم على الوضع اللي عشته في التنظيف، باش ما تقولوش ان كان انتم تتعذبوا معناها ولا كان انتم
والا تشوفوني انا مثلا هكا متوازنه والى اخره، ماشي في بالكم هبط علي الوحي مثلا، توازنت في نهار ولا في نهارين؟ عندي سنين ربي نخدم على روحي، عندي من 2012. ونضرب لكم مثال اللي هنا مش كناني، مثلا اكثر الناس المعروفين في الوعي تقريبا، معروفين في العالم العربي، مثلا احمد عمارة، مرتو نانسي شبانة، داليا، برشا برشا، داليا احمد ابراهيم، محمد الغوشي، شو اسمه، ايهاب حميرنا مثلا ومرتو. يبقى ايهاب حميرنا امس في ستوري يقول لك ما زلت نخدم على روحي. معناه انسان ناجح مش نورمال، وتطور في الوعي نتاعو مش نورمال، ولكن مازال يقول لك راني نخدم على روحي. راهو خاطر النفس هذه، النفس هذه فيها برشا طبقات، فيها برشا طبقات. الجميل في الامر، الجميل في الامر انه يستمر على التطهير، يستمر على تحرير المشاعر والافكار، راهو باش يوصل الفتره واني تو ما حكيت لكم عليها، باش ما نعمل لكمش هكا فيها الرغبه الشديده وتقولوا يا شو هو وصل ولا ما وصلش. مرحله السلام الداخلي بالرسمي، معناه مرحله الفهم العميق جدا، مرحله الكينونه، يعني قاعد في كينونتك لا على بالك بشيء، الدنيا تتنفض امامك يعني طاق طاق، وانت ماكش هنا. اش معناها ماكش هنا؟ في سلام، ثم حاجه اسمها سلام داخلي بالرسمي. يعني حقيقه يعني قبل كي كنت نقرا ويحكوا على السلام الداخلي، كنت نقول لهم يحكوا بالرسمي، معناها فما حاجه اسمها سلام داخلي؟ يعني مهما يصير البرة من احداث ومن عباد تهاجمك مثلا، من سموهم السلبيين برشا، يعني خاطر احنا كنا سلبيين بطبيعتنا، الناس كلنا سلبيين، بدينا نخرجوا من الموجه بشوي بشوي. ما نحكيش على العباد الوالده على الفطره ومعنيها وفطرتها ما تمسختش، نحكي على الناس المبرمجه، الناس اللي معبيه برشا بالسلب. فكنت نسمع السلام الداخلي، معناها نقول نسال في ربي، معناها نقول له يا الله تو بالرسمي فما سلام داخلي، شنو هو السلام الداخلي؟ كنت نسال فالله عشنية الفطره، كنت نسال فيه، يعني كي نسمع حد من المعلمين يتحدث نسال الله، نقول له اخي بالرسمي اللي كلموا فيه، يعني حاجتي بالحقيقه، خاطر يعني انا واحده من الناس من اللي بديت نوع، معناها بديت نعرف معناها وعي، مطالبه كالحقيقه، لا شيء غير الحقيقه، والحقيقه التي يريدني الله اعرفها، مش الحقيقه اللي قال، معناها مش الحقيقه اللي حكاها لي فلان، الحقيقه اللي يحكوا فيها الناس، او الحقيقه اللي انا نحب نوصل لها، انا نحطها هكا، نحب الحقيقه الفلانيه، انا نطلب في الحقيقه التي يريدني الله ان اعرفها. باختصار ماني، فوقت اللي خدمت على روحي لسنين طويله، ليش لسنين طويله؟ اولا لانها رحله، ثانيا لاني ممتلئه بالسلب كنت، وهذا يعرفوه المقربين جدا مني، ممتلئه كنت، كتله سلب تمشي في داخلي، راوه في الداخل متاعي، الظاهر متاعي ظاهر تاعب لما حاله شويه والى اخره، اما ما كنتش يعني المقربين مني، معناها الناس اللي نحكي لهم على مشاعري، معني خاطر فما شكون مقربين مني او ما يعرفوش عليا حتى شيء، اما انا نحكي عن الناس اللي حكيت لها وتشكيت لها على قصه المعاناه متاعي والى اخره، فكنت كتله سلب وانتقله، كتله نتاع سلب تمشي. اما الحقيقه كنت كيجيني حد نعطيه نصيحه في بلاصتها، يعني كنت عندي فكره اني ان قبل نسموها نصيحة ماني، أما تو نسميها إنك تعطي من وعي، من خبرة، من حكمة، من تجربة. فعملي على الذات متاعي من 2012 للحظة هذه، لتو اللحظة هذه نكلم فيك فيها واني نخدم على ذاتي، هذا الكل معناها هزني أو ذهب بي إلى داخلي، فعرفتش معناها كينونة، عرفتش معناها سلام داخلي بالحق، معناها عرفتش معناها الدنيا هذه لعبة، وفعلا هي لعبة، معناها كان باش تاخوها بجدية كيما كنت أنا ماخذتها قبل بجدية، راك مش تتعب، يعني كان باش تاخو بجدية الموت متاع شخص قريب عليك مات صياي وتخمم فك لحكوها على الموت، راك مش تتعب، خاطر هو فقط ترك هذا الجسد، الروح متاعو التي نفخت فيه رجعت لله، وين رجعت للموطن الاصلي متاعها؟ شنو هو الموطن الاصلي متاعها؟ ارجع اسال الله يدلك، مانيش نحكي، فما برشا حاجه مانيش نحكي لك عليها، اني تو خاطر الوعي اللي تبعوا فيا تبع في الوعي متاعهم وين ماشي باش نعرف شنحكي.
فببساطة ما فماش موت يعني ما فماش موت لل اللهم احلى العقدة من اللسان يفقه قولي، خاطر كل كلمة بحسابها. يعني احنا مشنا افكارنا، مشنا مشاعرنا، مشنا جسدنا، مشنا النفس متاعنا. النفس هي التي تتكون من برشا طبقات، من البرمجة، من الإيجو، كلها أفكار. أنت كي تولي وراء الأفكار مش تعرف أنت شكون. أنت المعلم، أنت المعلمة اللي تخزر لذلك الكل، الكينونة الحقيقية. إيش معناها في الدين الإسلامي باش نوضحها في الدين متاعنا؟ هي نفخت فيه من روحي. نفخ في ماذا؟ في الجسد. نفخ الروح في الجسد. فإحنا نسينا الروح هذه جملة، وبقينا في الأفكار، وبقينا في مبرمج 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 في روحي، ونسينا الفطرة. البرمجة اللي هي التوكيدات أو لغيرها، أو البرمجة اللغوية العصبية أو التوكيدات، مش حاجة غلطة. هي مزيانة، لكنها مرحلة. اللي حاجته بالفطرة وحاجته بالكينونة يتجاوز أي برمجة، يولي يعني أي جد كلمة في بلاستها. أنا المراقب، أنقذتيني بالكلمة رغم أني نعرفها ما لقيتهاش تو. يعني يولي هو المراقب. أي برمجة وكان تحطها إيجابية أو سلبية، ما هي إلا برمجة، ما هي إلا أفكار. فمن أنا ما وراء الأفكار ذي؟ حسيل كلنا نائمون بني. على فكرة راهو نحكي لكم فيه توا، يعني ما معناها يعني مش سهل للعقل، مش سهل للنفس متاعنا. ليه أفكار ماني؟ ليه الأفكار متاعنا؟ يعني فما كينونة تري في أفكار 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 أفكار، وماشي في بالها هي الأفكار. بعد وقت اللي تراقب تراقب تعرف من المراقب أصلا للأفكار؟ الكينونة. فهمتوني؟ فهو باش تنسحب أنت، يعني بالعربية الفصحى التماهي مع الأفكار. إيش معناها التماهي؟ معناها أنا الأفكار، أنا المشاعر، أنا الجسد. هذايا الكل يخليك تدور في المعاناة. يعني اللي يتحرر من المعاناة نهائيا نهائيا، يعني تقريبا قلتهاش قبل، حكيت على التحرر من المعاناة في فيديوهات سابقة سابقة، اما نحكي توا خاطر فما تدرجات في التدرجات في انتهاء المعاناة. معناها اعلى 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 تدرج تعرف انك كينونة. يعني مهما تمر باشياء الكينونة تحلها لك، معناها تولي في السلام، تولي في السلام، تولي في السلام داخلي. الكينونة طبيعتها السلام، هي مش طبيعتها، يعني هي السلام معناها. فانت كي تكون حاضر في الكينونة، السلام ذاك يشع من خلال الجسد ذاك ومن خلال النفس. فتولي مهما يحدث في العالم الخارجي من موج ومشاكل وإلا أي شيء، تحلو بالسلام، يتحل وحده بالسلام من غير تقنيات. هذه مرحلة ما نعرفش اليوم حكيت عليها، عملتو ما حكيتش عليها. نحكي على التقنيات على خطر صعب توا تجي الإنسان معناها ممتلئ، أصل ممتلئ ما يريكن أنه هو أفكار ومشاعر وجسد، وتجي تقول له راك كينونة، وإيجا نوريك كيفاش أنت كينونة. ما نجمش يقبلها، ما تدخلوش مخه ماني، العقل متاعو يرفضها. فهمتوني؟ نجم يكون فيكم شكون يسمع فيها، ربما فما شكون رفض الكلام اللي نحكي فيه، خاطر ماله إلا يتعارض مع الأفكار اللي عنده ماني في مخه. خلاصة الكلام معناها اطلبوا تعرفوا حقيقتكم، خاطر اللي يعرف حقيقته من هو أهم نقطة على الإطلاق. الدنيا هذه شوفها لعبة، لأنها فعلا الحياة الدنيا لا هو لعب، ومخذينها بجدية. مجرد حلم، مجرد كابوس. كي تعرف أنت شكون، الكابوس ما عادش يصبح كابوس. تعرفوا شو يولي؟ يولي غبطة، تولي غبطة غبطة، تولي إيش معناها غبطة؟ يعني قلت ليش تفسير ببساطة الغبطة، يعني متعة. الغبطة نحسها أعلى من المتعة، يعني تكون مستمتع جدا جدا جدا
باللي كنت قبل وانتي ماشي في بالك فلان وعلان تسمي فيه معناها كابوس يولي بالمعرفة جديدة متاع الكينونة متاعك. هدية هدية معناها الدنيا هذه كادو، يعني هدية باش تتلذذ وتطعم وتستشعر وتعيش وتجرب الكينونة متاعك. والكل ندور في الدوامة هذه، معناها كل البشر دوم في دوامة الرجوع لمعرفة من أنت. الدنيا كلها والخلق كله أصلا تم باش تعرف من أنت. من أنت؟ شوفوا كلمة بسيطة، يعني من أنت؟ إذا حتى حد ما حكاها لنا وإحنا صغار ولا قروها لنا في جامعات ولا خلونا كيكة. هو إيش معناه خلونا كيكة؟ خط الوعي الجمعي، معناه الوعي متاع الوعي الجماعة، وعينا كل العباد على الأرض ذي فيه تدرج. معناه إيش معناها؟ هو ري كل كلمة بحسابها. يعني كان نحكي من الكينونة ما فماش حاجة اسمها مراحل وعي، كان نحكي من الكينونة. أما كي نحكي من العالم هذا معناها يعني من النفس، معناها راهو فما تدرجات في النفس، يعني ارتقاء في النفس باش الوعي متاعها يتفتح، باش تدرك أفكار أعلى في الذبذبات وأعلى في الترددات وأعلى ترددات في الأفكار تقريبا، يعني اللي تخليك تتحرر من الوهم هذا هي الكينونة. يسموها معناها خطر هي حتى يعني تو التفاصيل هذه نحكي فيها في وقتها، أما يسموها التنور مثلا، ولو أنه الكلمة في حد ذاتها غلطة. فماش شخص يتنور، فما كينونة تتذكر من هي، يعني فما روح تتعرف على ذاتها، معناها تعرف ذاتها. أوكي، فهو يسموه التنور، عش يسموه تنور، ما هو ببساطة تعرف انت شكون. كي تعرف انت شكون تولي تاخد الدنيا بضحكة ولعبة، تولي بسيط، من بسيط معناها انسان بسيط، عيش حياتك بكل بساطة. لا يعنيك شكون ينقد بدنك الجسد هذا، لا يعنيك شكون ينقده، لا يعنيك شكون ينقد شعرك، ما حدش يعنيك الذم، ماني حدش يعنيك. خي هو ينقد فيا مو ينقد في البدن، خليه ينقد على روحه. ولا اللي يسيء لك مثلا، اللي يهينك مثلا، انا الاصليه ما تهانش، الكينونه ما تتهانش، لا يلمسها شيء، ماني مطلقه. ففاش كنت تهين انت؟ تهين في البدن ذايا عادي، ميسالش هينو. اما انا نحكي معناها اذا خطبكم الجاهلون قالوا سلامة، ذيك نحكي عليها، معناها لازمك تحمي حدودك، راه تحمي حدودك. اما كان انت مع انسان خصوصي من الاهل، من الاهل، وخصوصي يكون اب ولا ام، يعني من الاهل المقربين جدا، يعني اب ولا، وجيل متجيل الام ذيك نهار كامل يتهين فيك مثلا، هي هكيكة تهين فيك ديما مثلا، موجودة ذي عند الأمهات النرجسيات مثلا، فأنت إيش باش تعمل لها؟ يعني تحكي معاها باللغات الكل ما تفهمكش. هنا خليها تهين على روحها، خليها تهين، فقط أنت خليك مركز على ذاتك، وأعرف وراقب إنه الكلام اللي تحكي فيه هي مجرد برمجة تحكي فيها، يعني هي تحكي على أفكارها هي مش مستيقظة، مش دارية فاش تحكي، مش واعية فاش تقول. خليها تحكي، شنو المشكلة؟ خليها تحكي ببساطة. وكان تعرف روحك مثلا تهزيت، يعني نحكي على عمق كبير، معناه ما عادش يهزك الذم، معناه نحكي على عمق ياسر كبير ياسر في عمقك انت الداخل. نحكي هنا على الكينونة، كي تكون في الكينونة راه ما يعنيك حتى حد يذمك، حتى حد مثلا المدح، تولي ترحب بها الاشياء هذيك، اما مشي ما تعرفش بها روحك، ما تبداش في حاجة. يعني كي مثلا كي يمدحك حد ولا حد يقول لك راني نحبك، تعبير الاخرين على المحبه ليك، ما عادش انت تشوفه حاجه، يعني ما تكونش انت تنظر اليه كحاجه، يعني متعطش لشكون يقول لك نحبك، متعطش لشكون يقول لك راك انت محليك. خلاص انت تعرف روحك، تعرف روحك محليك اصلا، وتعرف روحك مقدس، وتعرف روحك كيان عظيم جدا، فعليش مش يأثر فيك المدح، ولا مش يأثر فيك السلب ولا الذم ولا إلى آخره. معناها
بالحق نكلم في الناس اللي حاجتها بربي. يحيش تحب يعرف الله، نيش نحكي على تحب الدنيا وتعيش في الدنيا اوكي، وتحقيق الاهداف اوكي، ما نحكي اللي حاجته يعرف الله على قاعدة يعرف روحه. أعرف روحك، مش تدورها في برشة طرق. مثلا الصوفية، نجم تدخل من الصوفية، أنا بالنسبة لي جربت الصوفية عام وكان لي درس لا ينسى، فتحت مع معلم مزيف معناه، وكانت التجربة إني نتعلم التجربة ذيك، تعلمت منها الحكمة اللي فيها إني نطلب الله نعرف الله من الله. فهمتوها؟ نعاودها، نطلب الله نعرف الله من الله، ونستنى الإجابة وهو يهزني ونتبع. حكيت عليها في 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 لايف التحرك بالله. تحب تختصر عليك المعلمين المزيفين والناس الاستغلاليين وإلى آخره، وتجارب تنجم تضيع فيها السنة السنين معناه، بعد ما تلقاش فيها السعادة، يعني تلقى فيها سعادة وقتية وبعد تختفي ببساطة، لأنك ماكش متناغم مع الروح متاعك. الروح متاعك تعرف شنو تحب، الروح متاعك تعرف شنو تحب. باش توصل تتناغم مع روحك شنو تحب، يجب تتناغم مع خطة الله ليك في الأرض اللي هنا. شنو هي خطة الله ليك؟ شنو كيفاش يحبك تعيش؟ ماذا يريد الله لك في الدنيا هذه؟ هو شي يحب لك، ولو اعطاك إرادة يعني اعطاك حرية مطلقة. هما قالونا على الحرية مش مطلقة، أما اعطاك حرية مطلقة، حرية مطلقة في كل شيء، تختار الصحة، تختار المرض، تختار الموجب، تختار السالب، تختار تتحب، تختار تتكره، تختار استحقاق عالي، تختار استحقاق متدني، كلها اختيارات. انت فقط كي تبدأ تفكرك التخمام ذاك اللي عدنا، التخمام يعني ياسر نخمم 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 ندور في الـ في الـ الافكار في عقلي، معناها هذاك اصلا اختيار. انت تختار، انت قاعد تختار ومش كفايق. فتناغم مع خطة الله ليك شنو يحب منك. اسعى انك تعرف الصوت الداخلي متاعك، انفتح على الصوت الداخلي متاعك، المرشد الداخلي متاعك. ما تتحرك كان كي يقول لك امشي. اللي مرشد الداخلي هذا سموه يعني للناس اللي تم برشا ناس عندها صوت الداخلي. جيني معناها جيني ناس تتشكى، معناها الناس متعبة على خاطر مرة واحدة مثلا سمعت الصوت الداخلي متاعها ينبه فيها من حكاية معينة. كي مشيت قلت لهم راهو ثم صوت قال لي لا الحاجة هذيك خايبة ما نعملهاش وإلى آخره، قالوا لا انت ماسك جن، وانت لابسك جن، وانت كلم فيك جن، ويجي نهزك للرقية الشرعية ودخلوها في حيط. حسيل الطفلة عما يقارب ما نعرفش، يمكن حاني حاضرة معنا هي لذكر داعي لذكر الاسماء، طفلة مش يهبلوها معناه. يا ولدي راهو فينا صوت الروح، راهو فما صوت روح فيك الداخل، هو المرشد متاعك الحقيقي الحقيقي الحقيقي. دي انا اللي تشوف فيها مجرد فكره في العالم متاعك. الصحيح 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 هي انت الكينونه الداخلانيه متاعك اللي هي الروح متاعك. والروح متاعك هذه اول ما تبدا النفس متاعك هذه تخف، يعني النفس هي النفس هي مجموعه الافكار والمشاعر بما فيهم الجسد. هذه ايش معناها النفس؟ مجموعه افكار ومجموعه مشاعر وداخل فيها الجسد. فانت لهنا النفس هذه على قدر ما تشف، اش معناها تشف؟ على قدر ما تنظف لها السلب اللي فيها، على قدر ما تنظف البرمجة السلبية اللي فيها، مهما كانت تكون البرمجة السلبية على علاقات زواج ميل على الجسد متاعك على الذات متاعك على الله على الموت على الاخر على النار على جهنم كله. على قدر ما تنظف النفس متاعك من الخوف، خطر هذه مخاوف ومشاعر كره وحسد وغيبة ونميمة، ذاك كله سلب يتسمى. على قدر ما تنظف ذاك النفس متاعك تشف تصبح شفافة. فالروح متاعك الروح متاعك يعني تبدأ تظهر، تبدأ بالانجليزية معناها شاين يعني ما شاين بالعربي تبزغ، يعني شمس النور متاعك
شمس النور متاعك تبزغ، يعني نورك نورك يشع، شاين يعني يشع على ما أظن. فأنت نورك يشع، يشع في البدن. شو معناها نور؟ هو مش هو نور لكنه كينونة، يعني سلام، تولي عام، تولي يعني عندك سلام، عندك هدوء، يعني العقل هذا ما عادش فيه، ما عادش فيه الأفكار بشكل كثير، ماني تكون فيه لكن بشكل خفيف. هذا الإنسان اللي نظف برشا 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 برشا، اللي تعمق ياسر ونظف النفس متاعه، ما عادش عنده أفكار خايبة برشا. يعني الناس اللي عندها التفكير، إدمان التفكير السلبي مثلا، سي تسمع يعني خمموا ياسر ياسر، عندهم تفكير سلبي برشا، معناها كان عندي قبل، بسبب المشاعر، عندهم ياسر مشاعر. فهو كيف ينظف المشاعر اوتوماتيكلي، تلقائيا الافكار المرتبطه يعني المشاعر هذيك هي مرتبطه بافكار. كي انت تنظف الشعور، الفكره تتنحى، معناها فكره تذوب، تختفي، تتلاشى، سماها كيما تحب. وعلاش انا ديما نحكي على تحرير المشاعر؟ تحرير المشاعر تقريبا هو فما برشا تقنيات، ما نعرفش بالنسبه ليا شفت برشا حاجات، اما تحرير المشاعر وحده ما نعرفش، يعني ربما غيري مثلا، مثلا علاج بالطاقه عطى معايا تنظيف الشاكرات، ما نعرفش. فما من اصحابي الحق يعملوا مراقبه تقبل تحرير المشاعر، اما تنظيف مثلا الشاكرات ما عنديش يكون من اصدقائي يعملوا فيه. ربما شفت على المواقع التواصل الاجتماعي، انا في حد ذاتي يعني كي نعمل التزكيه بتبيعتي، يعني كي نعمل تحرير المشاعر، هذا موضوع سالوني عليه باش نحكي فيه على الشاكرات، انا نعمل لهم لايف وحده معناها من منظوري انا معناها. وهو المعلمه متاعي وقتها قريت على التنظيف والى اخره، قال لي راهو تزكيه النفس في حد ذاتها تنظف لك كل شيء، يعني الشاكرات تنظف وحدها. والجميل في الامر البصيره اللي هي يسموها العين الثالثه، خاطر فما عباد مثلا يمشي يعمل تنظيف الشاكرات ويبدا لك مثلا بالعين الثالثه ويلقى روحه في عالم تاني خالص. وانا حكيت عليها في لايف نتاع العين الثالثه. فهو ببساطه انت وقت اللي باش تبدا تخدم على المشاعر، المشاعر شنية؟ هي افكار موجوده على كامل الجسد، معناها فما افكار مثلا كي تنظف انت المشاعر، مثلا فما افكار مش تنسحب من المعده، فما افكار يعني الافكار مثلا الانزعاج على المعده، مثلا الانزعاج والقلق من الحاضر، من الحاضر متاعك الانزعاج والقلق يتحط في المعده. فانت كي تبدا تنظف مثلا عن المشاعر مثلا بصفه عامه وتحس بانزعاج في المعده وقلق، هو تنظيف لشاكرا المعده مثلا. انت مش تخدم على تنظيف المشاعر بخصوص مثلا موضوع الجنس مثلا، خاطر مهم على الاخر تنظفوا عليه. فانت كي تبدا تخدم على موضوع الجنس مش تحس مثلا بتنظيف، مش يصير تنظيف لشاكرا الجنس. معناها كي تخدم على الافكار وتنظيفها واللي هي مشاعر وافكار تخدم عليها، يعني بدنك الكل يبدا وحده 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 ينظف. اما ديما نرجع ونقول راهو باش تعرف روحك في الطريق الصحيح او في يعني خاطر فما برشا تسالني طوقني على الطريق الصحيح. السؤال هنا نسالوك من انا باش نقول لك انت على الطريق الصحيح؟ باش تكوني على الطريق الصحيح انا مثلا وجهك كيفاش انا مثلا انا كمريم نعرف روحي على الطريق الصحيح، اوكي؟ وباش عرفت اني على الطريق الصحيح برشا برشا معاناة شفتها، برشا دروس. فخلاصة انك تعرفي على الطريق الصحيح، او بالاحرى شنو هو الطريق الصحيح اللي كتبعيه ما تضيعيش، هو التحرك بالله. تفهموا فيا؟ اللي يتحرك بالله كيما حكيت في اللايف متاع التحرك بالله، اللي هي الاستخارة. اما الاستخارة كالعادة رائعة جدا، لكن فسروها فيها زيف، فيها شوية خلويض معني في التفسير اللي عطوها لنا. فانتي لهنا امشي شوف الاستخارة اللي عطيتها
وذيك نتحرك بها أنا شخصيا، نعطي فيك في اللي أنا مجرباته راه يستحيل مستحيل نقدم حاجة أنا ما شفتهاش، أنا ما عشتهاش، مستحيل. ما ثماش حاجة في القناة اليوتيوب متاعي أعطيتها إلا راني نحكي فيها من تجربة كومبليتلي، معناها مليون برسان. ما نحبش نحكي من غير تجربة، ما نعرفش يعني هكا معناها. المفيد باش تختصر عليك وباش تعرف انك في الطريق الصحيح، اعمل التحرك بالله، اعمل الاستخارة بالشكل الصحيح، وفيها مفاتح وفيها مفاتح معناها، عارف كيف، فيها اسرار ولا فيها مفاتح. انا اعطيتهم في اللايف متاع التحرك بالله، امشي بيهم للمفاتح هذوك كيما حكيت بالضبط، وشوف حياتك كيفاش باش تولي. شوف كيفاش انت مش تولي، شوف كيفاش مش تولي تسلتك بالليل مثلا. حاجه اخرى تولي في الانس بالليل، تولي في الانس بالذات نتاعك، تولي في عالم تاني خالص. حسيب هذايا مولاي، مش والله لاني محضره يعني كيك. طلع اليوم الحديث على الكينونه وعلى انكم ما تسلموش، معناها اني نتمنى، مش نتمنى، اني ننوي، طلب تمني. اني ننوي انه بالرسمي كل انسان صادق مع الله وصادق في انه يعرف الحقيقة، اني ننوي له يعرف الكينونة متاعه. الكينونة معناها نحبش نسميها تنور، معناها اللي هي هذيك التنور معنى، ولو اني من غالطة كلمة تنور. يعني استمروا على التزكية، استمروا على التزكية هي تحرير المشاعر اللي هي الوعي. مش معناها الوعي واعي بأفكاري، واعي بمشاعري، واعي بالجسد متاعي، واعي بالعالم الخارجي شنو يحرك فيها. انسان واعي، انسان مستيقظ، عارف كل شيء كيش يتحرك ويتحرك معاه في اللحظة. هذايا بالتكرار مرة بعد مرة بعد مرة تولي متعود، تولي عندك عادة الحياة بوعي، عندك عادة، تولي عندك عادة عايش بوعي، منتبه، فاهم، ما يهزكش الموج اللي تري فيه في كل بلاصة. حتى تصير مشكلة، على ذكر الجزائر، حتى تصير مشكلة في دولة مثلا كما الجزائر تو مثلا، انت كنك واعي بالحق، ما تبعث لهم كان تفكير ايجابي، وما تمشيش تعمل شيء، تعمل شير، كان مش تعمل حاجه تفيدهم، تمشي تقدم مساعده فعلا معناها. اما ما تزيدش تشعل النار انت على الفيس وعلى الكذاب، انك انت مثلا ما تزيدش تنشر الهلع معناها. تقوم بالتدخل الفعلي، كانك انت غادي اعمل تدخل فعلي، اعمل حاجة فعلا فيها مصلحة، اعمل حاجة فعلا تفيدهم معناها. اذا ليس لك اي قدرة على التدخل، ما عندكش، ما تنجمش، فقط ارسل تفكير باهي وارسل نية باهية وقل اللهم تطهير معناها، اللهم طهور للناس الكل اللي تعدت بالحالة هذيك. خاطر دائما وابدا ما فهم شيء يصير الا فيه حكمة. واني من اول ما انتبهت للنقطة هذه، انه اي مشكلة، مش مشكلة، ما نحبش نسميها مشكلة، اي مشكلة تمر بها، ولو انها كلمة مشكلة اصلا غلطة، مش بمعنى غلطة، اوكي، يعني اي مشكلة تمر بها، اي ازمة، اي ما يسمى بالازمات المشاكل الاخرية، انا من اللي عرفت انه كل مشكلة، كل معاناة فيها حكمة، تقريبا حياتي تبدلت معناها. مجرد توعى بالنقطة هذه، خاطر انت اذا تشوف المعاناة فقط معاناة ما فيهاش حكمة، مش تبقى تدور في الدوامة متاحها. مجرد ما ترى انه في المعاناة حكمة وتطلب رؤية الحكمة، يعني اللهم اكيد فيها حكمة، اكيد الشر ذاك اللي احتث ولا المشكلة ذيك اللي صارت ولا كذا فيها حكمة، مؤكد فيها حكمة. كي انت تقول مؤكد فيها حكمة، ستراها الحكمة، وكي ترى الحكمة مازلت تشوف حاجة شر، معاش تشوف حاجة شر، مش تري الأشياء تحدث لحكمة، وهذا هو الحقيقي، هذا هو الصح معنى.
طيب خلينا نشوف كان عندكم اي سؤال. هنشوف الوقت. اوكي ربع ساعة اخرى ونقص. اهي كان عندكم سؤال هكا على الموضوع هذايا اللي مانيش عارفة اش مش نسمي من بعد اللايف، يمكن خليه حسيب. كان عندكم سؤال اكتبولي خلينا نشوف هنشوف لي كومنت نتاعكم. ما شاء الله عندكم برشا برشا كومنت. لحظة بالله سامحوني خاطر فما برشا أسئلة وبرشا كومنتات، خلينا نرجع نشوفهم. اوكي زنوبيا تقول فرحت وقت شفتك، فرح قلبك يعيشك. وانا حتى ما يعني ما نعرفكمش معناها وما شفتكمش مباشر، الا اني نحبكم فردا فردا بالحق راهو يعني. انتم روحي. برشا كلام ما نحبش نحكيه. هوا صفا تحية للجميع. صفا زين الدين عسلامة. زين الدين ريم سبا هلا يا سبا نورتيني. لويزا يعني طبيعي الإنسان يتعب أو لا يستطيع الإكمال ويتعب، يعني طبيعي الإنسان يتعب أو لا يستطيع الإكمال. أشوف فهمك فم وإحنا نعمله في التنظيف مش تجينا فترة نقوله فيها إلى متى، سؤال إلى متى، إلى متى أو متى أنتهي أو متى أكمل التنظيف، يعني وقتاش نكمل ونرتاح بالتونسي، وقتاش نكمل ونرتاح. كلمة إلى متى وقتاش نكمل يعني نقطة الوصول ذيك، اللحظة اللي تقولي فيها إلى متى، أليس هنالك شعور في إلى متى؟ مش فيها شعور، شعور بالألم، شعور نسموها نحن الفدة، فادد معناه. الشعور هذاك حرري. لماذا؟ خاطر ما فماش إلى متى، خاطر ما فماش نقطة وصول. فماش اللي قلكم فما نقطة وصول ما نعرفش، ما فماش اللي نعرفه، ما فماش نقطة وصول. فما تدرج، فما ارتقاء، فما تطور، فما نمو، فماش نقطة وصول. فانت لهنا تنحي فكرة نقطة الوصول اصلا، خطر اللي تعملك ضغط، اللي تعملك معناها ما تنجمش تكمل في التنظيف، النقطة هذه انك انت تحب توصل، انك انت تحب تكمل. كان لويزا تفهمي فيه كتبيلي فهمتيني ولا. فانت وقت اللي تعمل هكا هذه باش تعملك بلوك، ما تخليكش تكملي. الرغبه بالوصول تعملك بلوك اصلا على الوصول، اذا كان هناك وصول اصلا. خطر هو كما قلت ما هوش وصول، ما هوش وصول لشيء ما، هو رحله سباحه نجم نقولوا في الظلام متاعك، اللي هي في القران طبقات فوق طبقات. اوكي موج على موج، مش تسبحي وتطلعي بشويه بشويه توصلي للسطح، معناها يعني انت مش تهبطي للعمق نتاعك، ومش سطح بقدر ما انت مش ترجعي للعمق، العمق العميق نتاعك وتفهمي الحكايه كلها شنو هي. فهو راه ما فماش وقت الوصول. حرري المشاعر نتاع الرغبه بالوصول، رغبه الوصول حرري الشعور نتاعها تماما، وكملي اخدمي على روحك ببساطه. خاطر نحكيك فيها عشتها راهو، ومش كان انا عشتها برشا، معايا عاشوها زاد. جينا فترة تقول إلى متى، وهي كي حد يجي يقول لك راه إلى متى أصلا ما تتقالش معناها، أنت لهنا تخدم عليها وتحررها وتنطلق على روحك. ما عادش تفكر مثلا أني نفكر في الوصول ولا في نهائيا، عندي توا ما نحكي لكش قداش عندي، معناها ما
عادش عندي فكرة الوصول أصلا إلى أين أصل. حتى اللي يوصل يقول ما وصلتش. يعني كان فما وصول هذا ماني. بهي لويزا أو مثلا لا تنجح معه أي طريقة. ما فماش لا تنجح معه أي طريقة، فما إنك أنت ما عرفتيش تحرر الشعور، أو بالأحرى لست لا أستطيع، لا أستطيع أحرر الشعور. مثلا أنا مريت بها أول مرة مش نطبق سيدونا، أول مرة مش نسمع سيدونا ونطبقها، ما نجمتش نطبقها. فكي كلمت المعلمة متاعي قلت له راني ما نجمتش نطبقها، قال لي ريتي الشعور متاع لم تستطيعي تحرر طبقها. هو شعور، كل شيء شعور، كل شيء شعور. يعني أنا كي توا مثلا الجوع شعور، شعرت بالجوع فذهبت أكل، عطشت شعور، أنا أشعر بالعطش، أنا أشعر بالجوع، فهمتوني؟ كل شيء شعور، فأنت تخدمي على الشعور، فهمتيني؟ فأنت شوفي شن هو الشعور متاعك. مثلا لا تنجح معي أي طريقة، شن هو الشعور في اللحظة هذيك، حرريه، هو اللي يعمل لك بلوك. تحرريه تنطبق على روحك، فهمتيني؟ خطر كل روح، كل روح عندها التقنية متاعها لتحررها وتسعدها وتعطي معها الإفي. فابحثي على الطريقة متاعك، اطلبي من الله أن يوريك الطريقة متاعك، الطريقة متاعك، التقنية متاعك. خاطر النفس هذه باش تدخلي ديركتومون للكينونة، اها، يعني خصوصا للنفس الممتلئة مثلا كيف اني، حب لي برشا وقت باش نجمت النفس نفككها معني. فاللي نجم يدخل ديركت للكينونة متاعه هنيئا لك معني. اما اللي ما ينجمش لو فما برشا حجب نسميها، فما برشا حجب، فما برشا اقنعة، الاقنعة هذه هي مشاعر. كل مرة نحي قناع، كل مرة امسح قناع، هو مسح تقريبا، كي تعمل تحرير الشعور يتنحى، تولي النظرة متاعك والبصيرة متاعك قوية برشا، تولي يعني تقول هاني ما كنتش نشوف قبل، توصل تقول هاني ما كنتش نشوف. خاطر تشوف في الدنيا هذه من خلال الأفكار، هذاك عمل لي، هذاك خايب معايا، هذاك سبني، هذاك ذمني، يعني تنظر للحياة وللأشخاص من خلال الأفكار، فالبصر متاعك محجوب ماكش تشوف. فانت وقت اللي تخدم عليها هذيك الكل بشوي 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 ترجع ترى بالرسمي معناه، ترى تقول واو اول مره نرى بشكل واضح، فهمتوني؟ فالحجب اللي هي المشاعر كل ما نظفتها كل ما اصبحت الرؤيه عندك واضحه جدا وجليه. به لويزا فيطلب من الله هو يتولى امره. هي ما يعني كلامك صحيح يا لويزا، معناه انك انت سلمتي وتطلبي من الله يتولى امرك. اذا عملتها بصدق سيتولى الله امرك، اذا عملتها بصدق سيتولى الله امرك، تو هو يدلك. هذا هو التحرك بالله نحكي عليه، معناه كي تتسكر الابواب الكل جمله 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 جمله. اطلبي من الله التدخل، اطلبي من الله يساعدك بصدق، وشرحته بالتفصيل في الاستخاره والتحرك بالله. اما انك انت مثلا ما نجمتيش تطبقي التقنيه الجمله، هو ببساطه كل بلوك مشاعري، ثم بلوك في المشاعر. فانت الشعور كما هو، لا استطيع التحرر جمله فيها شعور، الجمله هذيك فيها طاقه، فرغي الطاقه اللي في الجمله، فهمتيني؟ الجمله هذيك فكره، فرغي الفكره من الطاقه من الشعور، اوكي، تتحل ديركت معنا. وهذا يكون فقط بان نطلب هذا من الله. نعم هاني جاوبتك لويزا، كان فهمتيني اكتبي لي اوكي. نهى محليه يور ناتشورال كيرلي هير، ثانك يو. قاعده نتعلم اصل، وفرانشومون يعني نقولها بكل صراحه، قاعده نتعلم في كيفاش نهتم بشعري، كيفاش كل شيء قاعده نتعلم فيه. خاطر كما قلت كنت ممتلئه كثيرا جدا بالسلب، زيرو انوثه يعني، اوكي، كنت زيرو حب ذات، زيرو فكرة أنوثة أصلا، مش نعرفش معناها، كي يعني نرى فيها كان في التلفز معناها كل جميل وكشنو ماشي في بالنا هذيك الأنوثة. لو الأنوثة طاقة تصالح مع الذات، حب الذات، اتصال بالله، هذيك تشعل الأنوثة متاع الله. خاطر حتى الرجل عنده جانب أنثوي راه هو، أما هو الجانب الأنثوي متاعه 30%، عنده 70 ذكورة وعنده 30% أنوثة. المرأة العكس، عندها 70 أنوثة وعندها 30 ذكورة، أوكي. الذكورة هي وقتش نحكي على الأنثى
الذكوره نتاعها القوه وقتاش تحط الحدود، القوه نتاعها في وضع الحدود وفي التعبير عن ذاتها دون خوف من احد. هذا شو معناها الذكوره عند الانثى متوازنه معناها؟ اوكي ميرسي نهى على كل حال. لطيفه عسلامه يا لطيفه. يا لطيفه لا تخافي انطلقي. سارة أستاذة مريم، هل شيء عادي إذا الإنسان أثناء رحلة التزكية لما ينوي أنه ما يكررش ذنب أو خطأ معين يلقى نفسه ضعف وكرره وبعدها يشعر باليأس، كيف يتصرف عن هذا؟ إنك ساعات تضعف، هل شيء عادي أن الإنسان أثناء رحلة التزكية لما ينوي أنه ما يكررش ذنب فيكرره؟ لما ينوي ما يكررش ذنب، يعني انت هنا اول حاجه عادي هو ريتي كل شيء تمر به مهما كان يكون عادي. شو معناها عادي؟ عادي في ان نحن نطوروا من الذات نتاعنا وننظفوا الى اخره، يعني نغلط ونفي نطيح معناها ونقوم، عادي مش مشكل معناها. فانت لهنا ببساطه الذنب اللي انت خايفه تكرريه، ركزي معي، الذنب اللي خايفه تكرريه حرريه، تحرري منه الذنب ذاك. يعني العادة السلبية نقوله اللي تعملي فيها عملت لك تحسها ذنب معناها، جيباها في مخك وطيري المشاعر متاح لن تتكرر، فهمتيني؟ صباح الفل يا لطيفة. نور هاي رحمة عسلامة رحموشتي. نهاء المراقب، نعم يا نهاء المراقب هو فهم حسيني تنحكي في هذا الوقت. صفاء أنا المراقب والقائد، نعم يا صفاء. راوية عايشك يا راوية بنورك، اشتقت لكم الناس الكل والله، يعني انتم من دونكم لا عالم لي، يعني انتم عالمي. صفاء فرحه. لويزا نعمه، نعم النعمه الفرحه الغبطه تاع الوجود. نوستي حبيبتي، هاي نوسا. اكرم عسلامه يا اكرم. الهدى هكا الهدى عسلامه. حلمي عسلامه يا حلمي. راويه، ما هو سبب رسالة ظهور المرض في المجاري البولية والكلاوي أثناء التنظيف؟ ما هو سبب رسالة ظهور المرض في المجاري البولية والكلاوي أثناء التنظيف؟ هو كي تبدي أنت تعملي في التنظيف حسيلو المجاري البولية والكلاوي، هو تمسك بأفكار ومعتقدات ما تحبيش، هو التمسك بالأفكار والمعتقدات بشدة معي. الكلاوي والمجاري البولية هي تخرج في السموم، يعني هي وظيفتها تطرد السموم. فأنت عندك في بدنك برشا أفكار سامة رافضة أنك متمسكة بها، معناها فهمتيني؟ فكي تبدي تعملي في التنظيف باش تخرج من المناطق اللي هي مخزنة فيها، من المناطق اللي تقوم بالتنظيف للسلب. فأنت ببساطة هو مش ظهر مرض وأنت تعملي في التزكية، هو ببساطة العضو ذاك قاعد ينضاف، ببساطة العضو هذاك قاعد ينضعف، فدعيه ينضعف، دعيه ينضعف. اللي هنا الصبر كله في تحمل، او مش في تحمل بقدر ما هو الحمد لله على التنظيف كما هو، معناها التنظيف فيه وجيعة فيه ألم، تحمدي ربي على الوجيعة وتصبري عليها. خل تخرج، خاطر الطريق هو الطريق للحقيقة بالرسمي، معناها راه مرور من الألم، مرور من الالم، معناها مش جرب يذوق الالم، كي تذوق الالم ما عادش مش تشتريه، معناها مش تولي مرتفعه عليه، معناها يعني يولي ما عندكش مشكله معاها ولا حاجه. اوكي كيما يعني يولي كل شيء موجود عندك، اوكي ما عنديش معاه مشكله، لكني اختار مثلا الراحه، اختار كذا، تولي تختاري البوزيتيف، الجانب الايجابي، الجانب المشرق من الحياه معناها. اوكي عايشة كنوستي، وأنت أيضا الفايد. امتثال عسلامة يا امتثال، عايشة كوينة زادة يا امتثال.
نحبكم برشا والله. صفاء تشع الروح. نعم شاين، الشاين هو تشع الروح نتاعك. غفرة نورتيني يا غفرة، نحب نستضيفك نهار يا غفرة. به محمد جفالي عسلامة يا محمد. ظهر فيا فوت الوقت خاطر نجاوب على الأسئلة، ناخذ شوية وقت. It's okay. محمد المركب يا عسلامة، فيفو عسلامة، مرحبا بكم الناس كل فردا 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 فردا. تحدي امتثال عامري، تحدي نعم يا امتثال، التحدي صحيح و... القوة في كذا كذا، في اني نعمل الحاجة اللي حاجتي بها. اي حدث. نور ناجا اوكي، اهلين حبيب قلبي، توحشتكم الناس الكل. فيفو اسمح لي، هذا وين دخل مانيش عارفه اللايف. فيفو اللايف من والله لا حضرت شيء، حسيلو توكن نخليه يعني على نخليه على الانستغرام. تو تعرفي الموضوع ما هوش، ما فيش موضوع معناه، يمكن مش عارفه حتى العنوان ايش باش نسميه. تو بعد نحكي هكيكه، يمكن نحكي على ما تستسلموش واستمروا في التنظيف او في تحرير المشاعر. راوية وصلت لمرحلة قوية من التنظيف، بعد ظهرت على شكل مرض وتوقفت على التنظيف، جسمي تعب، ماذا افعل؟ اول حاجة راوية تحرري من فكرة المرض، تحرري نهائيا من برمجة المرض. ليش تجري فيها؟ لماذا تشتري في فكرة المرض اصلا؟ يكون هذا فيه الزوجين، اختاري الزوج البوزيتيف، اختاري الجانب الايجابي، اختاري الصحة. تحرري نهائيا من فكرة المرض، اخدم عليها في الوقت هذا. فكرة المرض جملة جملة جملة، المشاعر المرض فكرة فيها مشاعر وعلى فكرة طاقتها عالية شوية، معناها فيها تنظيف قوي. المرض كما التنظيف على الموت مثلا، فيه تنظيف شوية قوي شوية، معناها كل حد وكيفاش البرمجة متاعه. يعني كان برمجتك خفيفة مش يكون تنظيفك خفيف، كان برمجتك قوية مش يكون تنظيفك قوي، يعني ديما نفس الكلام نعود فيه تقريبا. فانتي نظفي على المرض جملة باش ما تتبنيش جملة يخرج من قاموسك. وكي تعملي اللي حكيتك عليه، انك انتي نظرتك معناها المعدة والكلاوي والمجاري البولية مثلا، ينجم يكون المجاري البولية تصير لك فيها حرقان. يعني الحرقان ذاك تعرف ايش معناها؟ معناها غضب خارج. الحرقان في التبول هو غضب خارج، الغضب هو نار، والخروج متاع الحرارة في التبول هي نار، هي نار، هو غضب. أوكي؟ فخليه يخرج، خليه يخرج، ما تقاوميش. حاولي يا راوية تتقبلي الوضع، يعني أسمح لكلاوية والمجاري البولية متاعي بتنظيف كل هذا. بماذا؟ بكل سهولة ويسر. اختاري السهولة واليسر، دخلي السهولة واليسر، والكلام الناس كل دخلوا السهولة واليسر، تبنوا السهولة واليسر. يعني قلبت لي حياتي السهولة واليسر بصراحة، يعني مش نورمال. يعني تقولي الامور تتحل بسهوله ويسر، تبقي تقولي وات ذس، يعني شنو هذا؟ ففهمتي يا راميه؟ نريد حلقه عن التقبل اذا امكن حبيبتي. التقبل بحكم اني معناها نخدم سيدونا برشا، التقبل تو نحكي عليه خاطر نحب احكي على روحي، معناها نحب التجربه متاعي فيه تكتمل، معناها خاطر نحب، ما نحبش نعطي حاجه وهي ربما تشوفيه سهل نحكي على التقبل، لكن ديما نحكي من تجربه معناها. فنحب نعيش الوضع كما هو معناها، خاطر اني كنت نعمل فما فرق بين اني نعمل في تقنيه سيدونا، وفما فرق بين اني نتقبل معناها. التقبل هو انسان ينظر للشعور، التقبل كل مراقب معناها، تنظر للشعور ما تعمل له شيء. فهذه بالنسبه لي نحب نحكي فيها وقت اللي اما ناويه ان شاء الله هاجر تحكي لكم عليه، خاطر هو التقبل تخدم به هي، معناها ربي عطاها تقنيه التقبل، هو عطاه لها. كيفاش هو عطاه لها؟ ارجعوا لللايف نتاعها اللي جبتها فيه واسمعها كيش تحكي على التقبل. لويزا فهمت اوكي، الحمد لله يا لويزا. بيخلينا نزربوا شويه، نطلع البرشه هكا، طماش وقت فعلا. اهلا اهلا بالناس الكل، بنوركم منور عايشكم. ايمان عسلامه، ايمان الروح الشجاعه، ايمان صحيتي.
والله نحبك واستفدنا منك كثيرا كثيرا. عايشك عايشك إيمان. مرحبا أختي مريم. مرحبا يا إيمان. رحاب حمدي. عسلامة يا رحاب. راوية، هل تصل طاقة التحرر لأولادي وهم في سن المراهقة؟ هل يستفيدوا منها؟ وقت اللي انت تعملي تزكية المحيطين بك الكل، من القريب اللي هو الزوج متاعك، اقرب واحد لك يبدا الزوج، ومن بعد الاطفال، ومن بعد امك ابوك اخوتك الى اخره، حتى الانتراج الخارجي كله يبدا يتغير. فهمتيني؟ ما تاثرش خروج، معناها تنظيفك انت للسلب، وانت مثلا بحذاك الطفل متاعك لا يؤثر عليه الا اذا قلتي انت يؤثر. راهو كل كلمة تنطقها نية نية، فأعرفوا شو تنطقوا معناه. فهو لهنا التحرر في كل الحالات نافع مش نورمال، يعني التحرر معناها لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكي تنظفي انت النفس متاعك من داخل، الوضع الخارجي كله يتغير وحده وحده، ربي يتلهى به مش انت. اوكي مروة عسلامة. اهلا يا مروة. انا اختار الصحه واختار مشاعر الصحه. نعم نختار الصحه، نختار التشافي، ما عادش تختاروا الحاجات الخايبه. راي تعبكم ولا تعبكم. اوكي خلينا توا نختموا. يدور لي ما عندكمش اسئله ملي يقول لك هاو كملناهم الكل. اذا يا حبايب يا حلوين، الحياه جميله. انا ديما نقول الحياة حلوة بس نفهمها. اقتباس من الأغنية، ما عارفش شنو هي الأغنية. عسيلو، الحياة حلوة بس نفهمها باختصار. وكيف ستفهم الحياة؟ وقت اللي تفهم النفس متاعك. اوكي، يعني انت مش فاهم روحك اصلا، ومش فاهم اش بيك اصلا، ومش فاهم اللخبطة اللي صايرة فيك، فكيفاش باش تفهم الدنيا البرة؟ سؤال منطقي، وهذا هو هذا هو اللي صاير معني. وقت اللي تفهم انت تركيبتك النفسيه، وتفهم اللي انت عندك افكار وعندك مشاعر وعندك جسد وعندك برمجه جايه من الطفوله، عندك برمجه جايه من المراهقه الى الشباب متاعك، يعني مدى حياتك اللي عشتها فيها برشا برمجه، فيها برشا سلب. فكل سلب متبنيه او كل فكره سلبيه متبناها هي نيه، تتسمى نيه في الكون. اي فكره في دماغك مهما كانت تكون عند الكون، يحللها ملف ويقول اه هذه النيه متاعك انت. فانت كتقول انا اخاف المرض، انا اخاف المرض، انت لهنا قلتي ايها المرض تعال الى حياتي، يعني فتحتي له الباب باش يدخل حياتك. معناها ما تقوليش انا اخاف المرض. حرري اول حاجه خوفك من المرض ومن برمجتك عليه، حرري مشاعرك على المرض، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا اتبنى الصحه، أتبنى الصحة، أنا أنوي لنفسي ولجسدي الصحة والعافية، مفيهاش حاجة سهل. من الزوجين اثنين، وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين، كل شيء منه موجب وسالب، أختاروا الموجب. سهلة، أختاروا الموجب. بالفعل من الأمور اللي لسعى يبغى اللي لسعى يبغى لها شغل معرفة ذاتي. لسه مش لسعى. بالفعل إن الأمور اللي لسه يبغى لها شغل معرفة ذاتي. نعم، من عرف ايوه بصراحة نحبش نقول لكم صحيح، خاطر ما عادش نحب ان يعني حتى الكلام نقول فيه نقولكم ديما عجبكم خذوه، ما عجبكمش الى القمامة فانما. معرفة الذات هي المفتاح مش تعرف الدنيا الكل باختصار. يلا يلا مش نبدا نختم. اوكي، لو لم نفعل النية سندخل لنوايا الاخرين. بالطبيعة هو انت اصلا كي انت مش حاطة معناها حياتك مش حاط، يعني نضع النقاط على الحروف في حياتنا، معناها بتبيع مش تلقي روحك تسبحي في دنيا اخرى. معناها يعني انت نصلحوا النوايا متاعنا، وكل نية مثلا نحطها مع كل نية نحطها معاها مشاعر سلبية، ببساطة
نحرر المشاعر، حرر حرروا السلب، خليه يخرج منكم. خاطر كل ما خرجت المشاعر السلبية وكل ما خرج السلب، كل ما الروح تشايني، كل ما الروح المعلومات الحقيقية اللي فيك الدخلانية في الروح متاعك اللي هي أصلا خلقتي في أحسن تقويم، اللي خلق في أحسن تقويم هي الروح متاعك في أحسن تقويم، تحطت في الجسد. فمهما كان الجسد في عيوب أو ناقص، أنت أصلا في أحسن تقويم. أوكي؟ فالمعلومات اللي حطها لك ربي اصلا، هو حط لك المعلومات الايجابيه الكل باش تولي خليفه. يا اخي هو حط فيك معلومه سلبيه باش تولي خليفه؟ ثم واحد سلبي مش يولي خليفه؟ هو يعمل في كارما كان عمل الخلافه بشكل خايب مثلا، اما هو الخليفه يساوي مصلح في الارض. المصلح في الارض هذا ربي اعطاه الباك جراوند، اعطاه مرات نضيع الكلمات بالله، اعطاه ربي المعلومات في الروح متاعو اللي باش تخليه يولي كذا كذا. اوكي؟ فانت كي تنظف الحجب، تنظف تنظف تنظف، مش تشايني يعني المعلومات هذيك، العمق متاعك الدخلاني باش الدخلاني باش يشايني، باش يظهر، باش يشع، باش يشع، باش يشع معناه ببساطه. حراوية ما شاء الله مشرقات الشمس، انت تريفي انعكسك. خاطر فما شكون مثلا انت قلتي، هو انا جيت نوضح معناها، هي قالت مشعة كالشمس مثلا، فما غيرك ينجم يشوفني مشني مشعة، فهمتي النقطة؟ فما خيرك مثلا في نفس اللحظة ما رينيش مشعة، ببساطة هو يري في انعكاسه من داخل وانت تري في انعكاسك. اوكي؟ فشكرا على كلامك. لست اوكي. امتثال، نعم نختار الموجب ونتقبل وجود السلب في حياتنا، يعني نتقبل وجود السلب في العالم هذا الموجود. فما سلب معناه، فما شر يعني، وكله لخدمة الخطة الإلهية معناه في العمق. فببساطة لا، ما عندناش مشكلة مع حد شيء، لكني أختار الموجب في حياتي ببساطة معناه. حياتي أنا أختار لها لنحب عليه، ما عنديش مشكلة مع العالم الخارجي ومع كذا كذا، أما نيتي أنا هذيك مهمتي معناه، النية متاعي والاختيار متاعي مهم. خاطر انا كان ما اخترتش كذا بشكل لاواعي، اخترت العكس. الاختيار مهم 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 مهم. اتحرر من الخوف من المرض واتقبل السلب الذي يخرج. جود راوية، صحيتي بساطة يا راوية. انا كعملت التنظيف، الكلاوي اللي تحكي عليها والشي اللي تحكي فيها تعديت بيه، وهاني قدامك. كملي، ما تخليش الظلمة تحبسك، راهو بعد الظلام هناك نور. والرحلة كلها حلاوتها صدقيني، والناس كل صدقوني يعني، ما حبش كلمة صدقوني، الرحلة كلها حلاوتها في انك تمر من خلال المعاناة باش تعرف انت شكون. في النهاية مش تعرفي ان المعاناة وهم، وهم ما فهم شيء، ما فهمش شكون عانى. هذا عانى الجسد، هذا عانى، ما فهميش معاناة ماما. اوكي حسيت يعني يجي فترة من يعني المعاناة نمر بها تقريبا باش نكتسبوا خبرة معينة، او خاطر هو مش خبرة. يا الله الموضوع هذاك، خاطر كان مش نحكي نقطة عليه مش نحل باب كبير. فالمفيد، يأتي عليكم يوم تعلمون أن المعاناة لا شيء، ما فماش شكون عانى أصلا، خاطر هي أصلا مجرد ذكرى مش تتمسح كي تنظف عليها، ما عادش فما معاناة. مش تقول أنا مريت بكل ذلك كذا 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 حتى أعرف أني كذا وأقول للناس الرسالة متاعي. خف، انتهى، وبعد إلى الموطن الأصلي، انتهى، فهم شيء. الأمور بسيطة، حسيلو سوري. الكومنتات مرات يقفزون من امامي، حسيلو. مرحبا باللي انضموا كل توا، وانا اشوفك رائعه والله، مو مجامله والله العظيم، تشوفي في روحك، صدقيني تشوفي في روحك، يعني تشوفي في روعتك انت. انا قلت لك غيرك ينجم يشوفني ما اني مانيش رائعه، وهو يشوف في فكره، وهو يشوف في روحه، وهو من داخل
اوكي بالرسمي هذه. لا بهي، واذا نسينا الشعور الذي كان مع الحدث المؤمن، واذا نسينا الشعور الذي كان مع الحدث المؤلم. انت قلتي توا الحدث المؤلم، معناها فيه شعور. اوكي ركزي معي، الحدث ذاك، الحدث جيبيه في مخك توا يجي الشعور بطبيعته. لا تبحثي عن الشعور، ما تبحثيش عليه، انت جيبي الحدث اللي فيه الم اللي تحكي عليه، فهمتيني؟ جيبيه الحدث ذاك، ستشعرين اوتوماتيكيا بمشاعر، دعيها تخرج، فهمتي؟ تعلمت منك الاستخارة وطريقتها الصحيحة. جود، احسنتي. لا الاستخارة بصراحة روعة 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 روعة، ما نحكي لكمش. اعملوا الاستخارة كيما شرحتها بالتفصيل. مريم احكي لنا كيف بديتي تنظفي، لاني احس يبغالي تنظيف كثير، ما اعرف من فين ابدا. اني نحكي على التنظيف متاعي كيفاش تم بالتفصيل، والله يحب لي سوايع، خاطر هي قصة طويلة ماني، قصة فيها برشا تفاصيل ماني. اوكي ان شاء الله، خاطر اني والله نويت ان شاء الله كان ربي يحبني نحكي عليها، ان شاء الله نحكي عليها، خاطر نحب تستفيدوا لاكثر الاقل ماني. فهو ان شاء الله تنحكي عليها. انت قلتي يبغالي تنظيف كثير، ما اعرف من فين ابدا. ريتي كلمة ما اعرف من فين ابدا، ابدي من الحاضر تو. انت تو في الحاضر هذا اللي انت فيه تو معايا، شنو هي المشكله اللي عندك؟ ابدي بها هي ببساطه. كي تبدي بها هي وتخدم عليها وتنظف فيها، تو تجيك الاخرى اللي بعدها، وتو يجيك اللي بعده، وتو يجيك اللي بعده ببساطه. ماني ريتي تبني السهوله واليسر، تبنوا السهوله واليسر باش تبدا تتحل لكم الابواب بالسهوله واليسر. ان الله يريد بكم اليسر ويسرناه لليسرى، اختاروا اليسر، اختاروا اليسر، اختاروا السهوله البساطه. اوكي نوارس حبيبتي يا امتثال، عايشك يا نوارس. حنون عصري، ما حنونتي يا حنون يا حنان. يا حنان مش تجي تحكي لنا على الهوبونوبونو يا حبيبتي؟ تو نكتب لك على الواتس ان شاء الله. حنون نحبك تحكي على الهوبونوبونو، خاطر معاه عندك تجربه معاها مش نورمال. حنان تقنيتها الهوبونوبونو ان شاء الله تنحكوا عليها، او بالاحرى نجيبها كان حابه تحضر معنا. نوارس كي نطول على تنظيف شيء واحد لمده طويله نقول اكيد فما شيء غلط. مش بشرط هيك يعني، يعني ثم مواضيع اخذت مني، مثلا موضوع المال مثلا اخذ مني يعني عندي قرون النظف، كيما مثلا الناس اسمه ايهاب حميرنا، يعني هبطت لكم الكومنتير، لقيتو عامل كومنتير على الستوري نتاعو خذيته لكم، ها عطيته حتى حبطتو عندي. يعني ايهاب حميرنا يحكي فيه الكومنتير على الثوره على المال والوفره، كيفاش هو بدا يخدم عليه من سنين. يعني فما مواضيع معينه يحب لها شويه شغل، شويه شغل عليها، معناه يحب لنا شويه وقت عليه. ما تضغطوش رواحكم وقتش نكمل، ما تركزيش على وقتش نكمل، ركزي انت تو في سلام داخلي من اتجاه الموضوع هذاك ولا لا. اوكي يعني انا تو الموضوع هذاك كي نجيبه في مخي يتعبني، يفددني، يخنقني، والا مرتاحه منه معاش مقلقني. معناه خلي ركزوا على السلام الداخلي، خليك في السلام الداخلي، معناها خلي الغايه نتاعك تكوني في سلام، معناه مهما يكون الموضوع انا في سلام. هذه النقطه هي غادي في الشعور، معناه في الذبذبه نتاعك. اتمنى ان تتعمقي وتتجرئي اكثر في مواضيعك الرائعه. اوكي فما مواضيع معناها نشوف حسي لو فما مواضيع ما زال يعني انا نتحرك بالقلب. انا نتحرك بالصوت الداخلي، خليني نقولها فرانشومون ديت. وقت اللي يقول لي يحكي فيها تنحكي فيها. اوكي وهذا تشجيع مني في طيات الكلام تاعي، امشوا مع الصوت الداخلي نتاعكم. كثير من الاشياء اكتشفت اني لازمني ننظف عليهم بعد كثير من المراقبه، ونحن لكل ننظفهم. اسمعوني كي تكتبوا الكومنتير قبل ما تبعثوه ثبتوا في الكتيبه باش نزرب في قريان. كثير من الاشياء اكتشفت
أني لازمني ننظف عليهم. أوكي، بعد كثير من المراقبة ونحب الكل ننظفهم فرد وقت ونرتاح ونحس طالما أني لم أنظف أنا في خطر. نحب شوفي الجملة اللي كتبتها، والكل نحب ننظفهم فرد وقت ونرتاح. علاه؟ لأني بكري حكيت قلت عليها تحب تنظفين فرد وقت. كيفاش انتي توا بالله، كيفاش واحد عدى السنين، يعني قداش عمرك انتي، العمر الجسدي بتاعك قداش، مثلا 20 30 ما نعرفش، يعني 25 35، وتجي تقولي لي مش ننظفهم في قاعده برك؟ راهم حتى بالمنطق ما تجيش معني. هذايا يعمل لك ضغط، يعمل لك ضغط. خلينا منطقيين معني. كيفاش اني سلبه بتاع سنين مش نحي في شهر مثلا؟ مانيش عارفه شكون واللي قالكم انه التنظيف عصا سحريه مثلا انت باش تعمليه تو صاي تحل عليك باب القدر. ما نعرفش منين جت الفكره معني. راهو التنظيف راهي رحله، يعني نعرفه الكل معناها. في الوقت اللي كنت نتبع فيه ونقرا برشا، خاطر ما عادش نقرا برشا، العباد تجيك مرحله تكتفي بذاتك معناها. المعلمين او الناس اللي كنت نقرا لهم ما فيهمش واحد ما قالش راهي مرحله. يا اخي انتم فما شكون تو قالكم راهو الوعي مشو مرحله؟ يعني الوعي انه هو عصا سحريه تك تك تعملي تنظيف صايي انت صايي وصلتي معناها. شكون يقول لكم فما نقطه وصول؟ ما فهمتش، ما فهميش نقطه وصول. فما تنظيف وفما تطور وفما نمو معناها. ريتو كلمه اني نوصل، كلمه اني نحب، الى متى ننظف؟ وقتاش نوصل؟ اول حاجه تنظف الشعور هذاك، خرجها الطاقه نتاعها. ثاني حاجه ما فهميش نقطه وصول، تخلى عليها الفكره. أنا كل لحظة أتطور من الأفضل إلى الأفضل. أنا كل لحظة أتطور من الأفضل من الأفضل إلى الأفضل، وأعود لذاتي لكينونتي بكل سهولة ويسر. فيهاش حاجة. أنا كل لحظة أتطور من الأفضل إلى الأفضل، وأعود لكينونتي بكل سهولة ويسر. ببساطة. يلا تو باش نختم بالرسمي معناها، خاطر القايد صاي نحب ننظفهم فرد وقت. انا سمعت من الدكتور احمد عمارة وعبد الرحمن، اوكي نعرفهم جوز اسماء الله الحسنى، شحنها والدعاء بها تختصر لك الطريق نحو هدفك. الاستاذ احمد عمارة وعبد الرحمن عمرو على عيني ولا راسي، وانا نعرفهم نقرا لهم احيانا. احمد عمارة نقرا له برشا، عبد الرحمن زاد نقرا له شوي. أم احمد عمار عاوني في الفتره الاولى، عاوني بالنقرا له فيه. هما احمد عمارة وعبد الرحمن التقنيه نتاعهم النجم نقولوا هي الاسماء الحسنى. تفهمي فيها، كل واحد عنده حاجه الروح نتاعو باش تحرر بها النفس، فهمتيني؟ فانت اذا مشيت معاك الاسماء الحسنى انطلقي فيها معناه، فهمتيني؟ انا قلتها برشا مرات ونزيد نعاودها، اطلب من الله يوريك شنية التقنية متاعك. راهو ينجم يكلمك، حتى الصوت الداخلي متاعك يقول لك تقنيته كذا كذا. تفهمي فيا معناها؟ فما يعني كيفاش هي عدد الطرق الى الله كعدد الخلائق، حاجة كيما هكا قولة معناها. عدد الطرق الى الله بعدد الخلائق معناها، برشا طرق معناها. فانت شنية التقنية؟ هما فما برشا طرق. شنية اللي تناسبني؟ شنية اللي نحبها اني معني، فهمتيني؟ لطفي عسلامة. لطفي السلام عليكم، تحية للجزائر واهل الجزائر. ان شاء الله بردا وسلاما على اهل الجزائر واي بلاصة فيها انسان يعاني مهما كان يكون. اوكي بي. لفت نظري كلمتك لفت نظري كلمتك عمر جسدك، خطر عمر جسدك، خطر روحك ما عندهاش عمر، اما الجسد عنده عمر. لك علاش الناس اللي ما تكبرش في العمر، اللي ما تعملش تجاعيد بسرعه معناها، تظهر ديما كالطفل في وجهها وصغيره. الناس هذوك لا يؤمنون بالعمر، ما يعدلوش على الرقم اصلا، ما عندهمش في قاموسهم وصلت كذا باش نعمل تجاعيد، وصلت عمر 50 باش نعمل تجاعيد، وصلت عمر يضل يعس على روحه انت مش يكون التجاعيد. انت كتخمم باش تكون التجاعيد مش تكونها. شيلك من العمر اصلا، اني شايلته العمر من اللي عندي سنين ربي انا، من هذه ربانيه فطريه معناها، اني ما نخممش في العمر اصلا. طول 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 لا علاقه بي، ما
ما يمشيش في بالكم صغيره في العمر، ها قريب نوصل ل40. اوكي وعندي رقم نور. المعلمين المزيفين هم الذين غلطونا ان الوعي كله ايجابيات فقط. يا خيتي شكون قال لكم الوعي كله ايجابيات فقط؟ المعلمين المزيفين، الوعي راهو فيه ايجابيات مش نورمال هو، لكن انت باش تدخلي للنفس بتاعك يعني بالمنطق انت باش تدخلي لصدمات الطفوله مثلا، عندك تجربه، اش معناها صدمات الطفوله؟ عندك تجربه، حد حكي لك نقطة معينة أو حد ضربك أو حد عيط عليك بالقوي فخذيتي الشوك. أوكي شوك يعني كبتي الشعور وحسيتي بالصدمة هي. أوكي بالله كيفاش مش تحرري الصدمة هذيك وانت إيجابية هكا تضحكي وتحرري في الصدمة؟ نحب نفهمنا اللي قلكم هذه مثلا، أخي كيفاش يعني باش نحرر الصدمة واني نضحك فيها؟ خصوصي في الفترة الأولى متاع التنظيف متاعك، راك كي باش تحرري الآلام متاعك مش تبكي، كي تحرر الصدمات متاعك مش تبكي، مش ربما تتقيئي، ربما فهمتي يعني. بصراحه لا مجال اني نكذب عليكم نقول لك راهو الوعي رائع جدا، يعني رائع. اما تعرفي روعت وقتاش؟ وقت اللي تبدي تتجاوزي في السلب وتبدي ترمي فيه وراك، تبدي تنظفي وترمي وراك، الثمار متاعو مش نورمال، فهمتيني؟ اما كتنظيف في حد ذاته للنفس مش سهل راه، اما مش مستحيل كي تتوكلي على الله وروحك مستعده وجاهزه وحاضره باش تشد طريقها في الدنيا، ما يهمك في حتى الم وما يهمك في شيء، تعدي على روحك ما يهمك في شيء، تكوني نسميها انا التلميذ المجتهد، معناه تلميذ نجيب جدا، ما اي حاجه تصير يخدم عليها ويتعدى، اي حاجه تصير يخدم عليها ويتعدى. اوكي هل سمعتي بتقنية بيت مريوما؟ لا بيت I don't know. ما نصورش بيت، والله ما سمعت بها ذلك بيت، ما سمعت بها ذلك. فهمتك، شكرا حبيبتي على بساطتك، والله متعة كبيرة في الاستماع والاستفادة. شكرا 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 ومرسي على اسئلتكم، خاطر محلاها على الاخر يعني هكا نحس كاني مع هو بالرسم، نحس كنكم اهلي والله بالحق والله. وانا عندي نية هكا انه ان شاء الله يعني ما نعرفش، ان شاء الله يجي نهار ونجوب كل دول العالم، خطر من احلامي معناه اني نجوب كل دول العالم، اما كل دولة نمشي لها نحط فيها هكا لمسة جميلة ونتلموا هكا ونغادرها لدولة اخرى والى اخره، معناه هذه في النية متاعي. فان شاء الله لكلكم ونخبلكم، والله امنية يعني مش امنية، نية اني ان شاء الله لماذا لا، اذا اراد الله لنا معناه ان النية هذه تتحقق ان شاء الله معناه. اوكي باهي اللهم امين عايشك. كيفي انا ما نجمش، انا ما نخممش في العمر ونشوف في روحي ديما صغيره. هذه حنان تقول كيفي انا ما نخممش في العمر ونشوف في روحي ديما صغيره، هذا هو السر نتاع انك تبقى ديما صغير، ما تخممش في العمر جمله جمله جمله، وما تخافش، ما تخافش على الشباب نتاعك يا ضيع، خاطر كي تخاف عليه يا ضيع ما تؤمن به تراه، نقطه وارجع للستار. بيه تبان صغرونا، شكرا على الإجابة، نبان صغرونا لكني كبيرة في العمر. الوعي يشفي، نعم الله يجزيك الخير ويزيدك نور على نور، اللهم أمين اللهم أجمعين. قلكم ربي معاكم، نحبكم برشا وإن شاء الله يعني نرجع في لايفات أخرى، أما قاعدة نخدم على روحي في حاجات معينة، فإذا اختفيت فلأني أشتغل على ذاتي باش نكونوا واضحين. أوكي حبيبي. Bye.